أخت مريم، خليني كمان يعني بلاحظ على السوشيال ميديا، بالذات على الفيسبوك، ولا سيما لما شخص احنا بنحط فقرات، يعني بنقطع الحلقة كلها وبنحطها بشكل فقرات، وبلاحظ هجوم كاسح فظيع. ولكن اللي استغربت له من خلال الهجوم انه ما بحبش الشخص يتعب انه يبحث. فمثلا لما انت حكيت، وفي كمان اخت تاني حكت، وفي كمان اخ حكى، دائما ردود الفعل كذابي، او انت مش مسلمه، انت بتتظاهري انه انت كنت بالاسلام بس انت لا بتكذبي او فلان، وبستخدموا كلمات قاسيه. يعني اسف انه بقول هاي التعبير، بس هذا اللي عم بنقراه في السوشيال ميديا. فيعني اسرع شيء للدفاع هو الهجوم، ما تتعبش نفسك، اضرب وخلاص، وانت كانه يعني. وبالحقيقه انه لا، احنا بنتكلم على عابرين امنوا ودفعوا الثمن، ومش لاي سبب اخر، ولا اغراءات، ولا اي زواج، ولا طلاق، ولا بالعكس، انه يعني اللي اجل المسيح في دفع ثمن، في انكار الذات، في حمل الصليب، في اضطهاد، ما فيش طريق مفروش بالورد. فشو ردك على هاي الرسائل اللي بيخبطوها هيك سريع، انه لا انت كذابه؟ شو ردك عليهم؟ صدقني أسيس، أنا شفت فعلا كام كومنت كده اللي بيقول دي أكيد مش مولودة مسلمة. كنت عايزة أقول له يعني تحب أطلع لك الاي دي بتاعي عشان تصدق؟ بس صدقوني، يعني أنا بفهم هم جايين من إيه. المرحلة دي مرحلة دينايل، محدش يحب يحس إنه هو وأبوه وعيلته كلها كانوا في طريق غلط، وكمان عايشين تحت كذبة كبيرة. الفكرة إن 1500 سنة من الأكاذيب اتزرعت في المنطقة العربية للأسف، يعني دواء، يعني في وباء حاصل. 1500 سنة من الكذب اللي هو في برين ووش حاصل من وهم صغيرين، من وإحنا صغيرين. أنا واحدة من الناس يا أسيس كنت يعني بحفظ قرآن في الجامعة، يعني من وأنا طفلة صغيرة كانوا بيلقنونا القرآن وإحنا صغيرين. يعني أنا حافظة أقدر أقول 5 أجزاء من القرآن لحد دلوقتي فاكراهم، وبقيت القرآن عارفاه لأن فاميليار لي، لأن أهلي كانوا دايما بيشغلوا إذاعة القرآن الكريم في بيتنا. فتخيل أن أنت طفل، الطفل ده بيبقى شيء هش جدا. تخيل أن أنت بتكون بترضعه مع اللبن، بترضعه كلام أن أنت اللي صح، ونحن خير أمة أخرجت للناس، وبعد كده حد يقول له انت غلط. انا بنزل، احنا يعني انا اشكر ربنا يعني كرمني بان انا بخدم في الشوارع، بنزل اكلم الناس عن المسيح، وبشوف مسلمين بقابلهم هم ما بس محتاجين حاجه واحده بس، يعني هو ما بيدافع ان انا اللي صح، لان هو اتاقلم على كده ان انا اللي صح. ما فيش كريتيكال ثينكينج، يعني لو واحد يفكر يقول طب اشمعنى انا اللي صح، ايه الجرانتي بتاعي ان انا اللي صح؟ هل ان ابويا وامي قالوا لي انت اللي صح فانا كده خلاص؟ طب احنا خلاص، سماوات مفتوحه دلوقتي. نعم. ادخل وشوف، اسال، اقعد مع الهك وقول يا رب انا بكل تضاع بقول لك، ممكن تقول لي انا صح ولا غلط؟ وربنا امين، هما بس زيد تو جيف ات تراي. اقعد مع ربنا واساله، رب انا صح؟ لو انا صح اتس اوكي. لو الهك بيسمع هيكشف لك اذا كنت صح ولا غلط، لكن لو انت مش واثق ان الهك بيسمع يبقى انت في عندك مشكله. لان مش معقول انت بتسمع والهك ما بيسمعش، مش معقول انت بتستقبل والهك ما بيستقبلش. يعني انا ايمان انه كل شخص يحق له انه ينادي في دينه، ولكن مش بالعنف ولا بالتهديد. وانا بعرف انه في دول مفتوحه او منفتحه اكثر من دول اخرى، يعني احنا تربينا بفلسطين ما عناش هذه العنصرية الكبيرة بين مسلم ومسيحي، بالعكس تربينا مع بعض وفي محبة. ولكن طبعا هذا لا يلغي أنه كل إنسان له الحق يعرف بدون الإساءة طبعا، ولكن كل إنسان له الحق. وعلى فكرة مش بس أنتوا، يعني أنا كمية الشتايم وكمية التهديد والوعيد واللعنات والسخرية، يعني أكثر من عدد شعر رأسي، ولا سيما كلما بستضيف شخص عابر من أجل المسيح. أنا بصلي
انه يعني بقول الكتاب باركه ولا تلعنه، واحنا كل شخص بيلعن او بيوصف بالكذب، يوصفنا بالكذب او بالشتايم او باللعنات، احنا بنردها انه بركة عليك وعلى اسرتك وعلى حياتك.